اي عادي عادي ما بس ما ما هو ثابت. ايه ايه انتبه. كان روح عند الدراجات العيال هناك. انا لما سالتك عن الجسم صاحبي يقول ان الدراجه اللي معه صعب، حتى تكلموا جاء الجروب معه قالوا الدراجه اللي يقودها صعبه لان تبغى لها اتوقع يكون الرجلين الله يكرمك تكون فيها قوه وكبيره مره الدراجه لما جابها لنا. ايه يعني دراجة زي هذه الآن وزنها تقريبا 500 كيلو. إيه؟ إذا ما عندك لياقة في كتوفك تتحكم فيها. إيه؟ أو في عضلاتك هذه ما تقدر ما تقدر. طيب بعد عندي معلومة في اللفات. نعم. إن من أكبر غلط إنه يلف الدركسون هذا أو التحكم، لازم هو اللي يتحكم بجسمه. ما أقول لك هي لغة لغة جسم. إيه؟ الدركسون بمجرد ما تمشي قيمته صفر. يا سلام. ما له علاقة، ما يسوي ولا شيء الدركسون ترى. جسمك هو اللي يلف. شوف السباق العالمية الآن. إيه؟ إذا دخل في الـ في الـ في الـ هذا يرمي جسمه لين تضرب الركبة في الأرض. فهو جسم. الدركسون ما له علاقة أبدا. إيه؟ بعدين لا سمح الله لا سمح الله أنت واقف والدباب طاح لا تقاوم خليه يطيح. 500 كيلو. تقول برد لا. ما هو بسهل. ظهرك على طول. لأن تجي عكس. الدباب ما يمكن يمين وأنت يسار. بالضبط. أها. طبعا. لو طحت انت فكيت. طيب اثر علي؟ ما في مشكله بس ما اقدر اقاوم 500 كيلو انا. صح. ما اقدر اقاوم 500 كيلو. تعب جهد إيه؟ زياده. لا سمح الله في الحوادث تلقى الواحد يرمي نفسه قبل الدباب. طيب انا اشوف مريت على كذا دباب كنت مهدي واخذ يمين واترك له مسافه يرفع رجله ينزلها اتعدى الدباب الثاني نفس الوضع بعد مسافه. ليش؟ حركه رفع الرجل كذا ما ادري ايش معناها. شوف اخوك الاشارات كالاتي. إذا رفعت رجلي أنا كقائد فريق الآن يمين معناه في حفرة قدام يمين في حفرة يمين يسار في حفرة يسار هذه علامة أنت كقائد للمجموعة تبلغ الشباب نعم. اللي وراك إذا رفعت رجلين الثنتين معناه في موية تمام كذا طفي وقف حلو كذا امشوا اثنين إيه كذا واحد إيه ما شاء الله ارفع يعني اسرعوا كل الإشارات هذه كلها لازم نعرفها احنا في المدينة ما شاء الله تضرب كذا وتأشر كذا معنا في خطر جاي من اليمين كذا في خطر جاي من اليسار فكل هذا لازم نكون عارفينها طبعا طيب بالنسبة للأجواء المناخية أنا اسمع عندي معلومة أن اللبس اللي هو يخص اللي هو يخص المطر لازم يكون موجود معك طبعا ما يطلع ولا ينزل طبعا كيف تعاملكم في الأجواء المناخية واللي قد مر عليكم في رحلاتكم دخلنا فيها واجد حين يعني أكثرها في رحلة الجنوب اللي قبل الفترة يعني الجو صافي فجأة ما تلقى المطر نزل عليك فإحنا نلبس احتياطا وإمكانك ما تلبس ترى بس اللبس هو أفضل يكون موجود معك في الدراجة هو موجود طبعا تلبس وتمشي فيه طبعا القيادة في المطر الناس يتوقعون أن الدباب يزحلق مو صحيح ترى ما يزحلق ولا شيء نفس نفس ولا شيء كل دي مقاومة المياه ولا شيء ما شاء الله لو مثلا قلنا اليوم رحلة وش الاحتياطات او الاشياء الملزمه اللي ينفذها الجروب لازم ينام كويس يعني احنا رحله الاردن الان ينام كويس يكون معاه سليبين باج هذه حقه النوم حقه المطر ادوات البنشر لا سمح الله منفاخ صغير وبعض الشباب عندهم عزب شاهي وطبخ وما طبخ في معنا كم واحد انا وهذه الاشياء الرئيسيه اوراقك الرسميه تكون عندك فقط في اسعافات اوليه تكون طبعاً موجوده طبعا شنط الاسعافات موجود معك هل لازم في لازم في كل جروب يكون فيه شخص فاهم في هذا المجال افضل إيه؟ في المجال الطبي اي ايوه أفضل. في المجال الطبي افضل 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 افضل, إيه؟ أفضل. لا هذا البنزين نفس السياره الكبيره يعني اي نفس هذا البنزين كم كيلو تقريبا على يعتمد على الهواء اذا الهواء صادك ايه 300 يعني كيلو يمشي في الوجه 300 اي اذا في هواء زياده يزود يزود الاستهلاك 300 بدون هواء و 300 300 كيلو إيه؟ 300 كيلو جيده ترى على دراجه جيده صح إيه؟ والتكلفه لو مثلا بيعبيها 300 كيلو كم تكون تكلفته 35 يعني هذا الفل ذا 40 ريال
يعني جيد. وقت العواصف الرملية، سؤال وقت العواصف الرملية ما يمديك يعني أنت كقائد دراجة نارية أنك تسوق أو أنها عادي تقاوم أو؟ لا، من الأفضل أنك توقف أول شيء، تعدم لك السافي ذا يعدم الدراجة تماما. النياكل هذه كلها تروح. صح. الرؤية صفر. تأكل. تأكل. الرؤية صفر. الرؤية صفر. ما يحتاج المغامرة. صح. ما يحتاج. إحنا يوم جينا من الطائف آخر مرة. أمطار كان. أنا سافي حياتي يا رب. لا جانا سافي. في حياتي ما شفتها. لا إله إلا الله. عند ظلم هي ظلم. ظلمي. بعدها وش وش اسمه بعدها؟ المويه. المويه. لا لا مالك الولاء. لو ما ساعدونا الشحنات وقفونا إيه؟ ساعدونا صار يسوون صد. روح السلام. ما قصروا والله. كذا منهم منهم. إيه. لين وقفونا. عندنا مشكلة. سووا حاجز. إيه والله سووا حاجز. ما شاء الله يجزاهم خير. جلسنا تحت عبارة تقريبا ساعتين. من قوة الساحة ما قدر شيء شيء لا يوصف شيء لا يوصف. في مغامرات، في مخاطرة، في وفيات. وفيات واجد تهور فيه. طبعا الآن في جروبات مسائية طلعت الآن وصارت يعني التهور. التهور يؤدي لل طبعا. شوف إيه، سألني واحد من جماعتي، أنا من القصيم شايب، قال لي كم السلامة فيه، كم نسبة السلامة في الدراجة؟ قلت له صفر. لا إله إلا الله. ما في السيارة، في حامي، في إيرباك، في حزام. صح. طيب اللبس، اللبس تقريبا ما يعطي أي نسبة سلامة بعد الله سبحانه. إلا مو هذا، لا هذا مو اللبس ده. لا لا، في جواكيت سلامة كامل. إيه كامل طبعا. لبس كامل. إيه جلد، يكون جلد، وهذا طبعا في بناطيل خاصة، بس إحنا عشان جينا هنا بناطيل اللي هي اللي هي ما تسبب ما اللي هو إيه ما تنشق وقت لا سمح الله. اي ما تنشق موجوده، وهي جنس ترى بعد. في اتوقع انها ثقيله شوي. ثقيله. هل في لبس خاص في الاستعراض وفي لبس خاص في الرحلات؟ نعم نعم. وش اللي زي هذا كاجوال، هذه طلعات طلعه بسيطه، لكن مسكنا خط موضوع مختلف. جاكيت ودنيا لا لا يختلف تماما. طيب الخوذات تفرق من ناحيه السلامه كجوده اتكلم؟ طبعا. يعني خوذه مثلا نقول هذه سعرها مثلا ب2000، في خوذه اقوى واضمن بعد الله سبحانه حيث تثبيت الرقبه والراس وقت الحوادث ضررها يكون اقل مثلا، هي مثلاً سعرها اعلى. هي مصنفه من الجمعيه العامه للسلامه الاوروبيه، لها لها مواصفات خاصه واسعارها تتفاوت طبعا، في منها الغالي في منها الرخيص، لكن احنا نسعى ان ناخذ الغالي وفي سلامه، مو غالي عشان استعراض. ايه صح. عشان سلامه، لان صح. اكثر اللي طاح من الشباب بعد رب العالمين الله سلمهم من الخوذ. اي بتكلم على خوذ 3000 4000. علي وين اللي اخذتها انت اخر شيء؟ انا اتكلم لانها منطقه خطره، هي اخطر منطقه. هذا اللي شريته اخر شيء؟ اي هذا. هذا اخر واحد شراه علي. تقريبا حدود 1800. اي واوري طريقه هذه. اذا جاء اذا الحمايه الزايده بتكملها منها. لا لا عادي. ها نزل هذا. ايوه ايه جميل. تحمل تحمل الدقن عند المايك. المايك بس ممكن من هنا عادي. يعني ايوه يعني هذه اللي في الخلف تنزل قدام تحمي الدقن. يعني مشوارك بسيط خليها وراء، اذا شديت حاول تنزلها على اساس يعني تقي من المخاطر. وكل لو شوف كل كل سائق تختلف الخوذة حقها، لها خصائصها ولها مميزاتها. نعم نعم نعم. وبعدين فيها التواصل فيما بيننا، في تواصل سماع، نسولف مع بعض. الان بنتوجه للاذان المغرب مع الطالب سليمان. عندك سؤال؟